تشهد مدينة أربيل احتفالات واسعة تجري في متنزه وسط المدينة بحضور عدد كبير من المسؤولين والفرق الشعبية العراقية. يعتبر الناس أن هذه الاحتفالات رسالة إلى كل من لا يريد أن يؤمن بأن العراق واحد، كما أكدوا أن هذا البلد رمز الثقافة الفن والجمال، متمنين استمرار الازدهار في كل محافظاته. شعلة نوروز والحضور وحية هذه الذكرى كسنين وآلاف السنين، فهي ترمز إلى الإرادة الحقيقية كي نستطيع أن نواجه الصعوبات والتحديات وأن نعيد النقاط الضعف اللي موجودة كي نحافظ على رفاهيتنا ومستقبلنا. فالحمد لله فنحن على المسار الصحيح في حل المشاكل الآن، والمشاكل تنحل بين بغداد وأربيل. اليوم يعني الأخ العربي بالصف أخ الكردي وكل الطوائف هنا في فرحة وحدة، هي أعياد نوروز ليس لنا فقط إحنا كأكراد في إقليم كردستان، أما فرحة لكل الشعب العراقي. كما أعلنت محافظة السليمانية الحداد وعدم الاحتفال بأعياد نوروز، ولكن أتى الرفض من رئاسة مجلس الوزراء لأنها ليست من صلاحيات المحافظة، ويتوقع الاحتفالات في السليمانية ستكون ضعيفة مقارنة باحتفالات أربيل. هناك احتفالات في السليمانية، ولكن في نفس الوقت هناك أيضا حداد على سقوط مدينة العفرين. أولا هذه القضايا السياسية يجب أن لا تؤثر على الأجواء الاحتفالية لرأس السنة، بالعكس هذه الاحتفالية توحد الجهود في سبيل أن نحل جميع القضايا. بالكردي آلاف سنين نحتفل بهذا العيد، لأنه هو عيد الحرية، والنوروز عيد التجدد والحب للطبيعة. لذا باسم الهيئة العامة للسياحة الإقليمية كردستان نود أن نقول للسواح القادمين إلى هيئة السياحة في كردستان أهلا بكم، أهلا وسهلا بكم في مدينتكم الثانية. أعياد نوروز تتجدد كل عام باحتفال مختلف أطياف الشعب العراقي وإبراز روح الأخوة ومشاركة الفرحة بهذا العيد بكل أطيافه وقومياته. رياض عزيز، قناة الرشيد، أربيل.